خلينا نتكلم بشكل عام اليوم وانت الباحث الامني تحديدا عن الجهود الامنيه اللي شهدناها في موسم حج هذا العام، ابتداء من الرسائل اللي لمسها كل العالم في العرض الامني لقوات امن الحج، وحتى هذه اللحظات التي نشهد فيها بحمد الله ومنته هذا النجاح الاستثنائي كما هي العاده في تفويج حجاج بيت الله الحرام. الحمد لله بما تكلل وبما تفضل وبما أنعم على حكومة المملكة العربية السعودية في نجاح هذا الحج، في إن شاء الله بوادر نجاح ظاهرة إن شاء الله. ولو تسألني عن الجهود الأمنية أسألني عن جهود الحكومة. حكومة المملكة تضع في أولوياتها وأول الأولويات خدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحاج. وأنت تعرف أن خدمة الحرمين الشريفين لقب خادم الحرمين الشريفين أطلقه الملك أو يطلق على الملك في المملكة العربية السعودية نوعا من الخدمة ونوعا من أنها تفتخر بهذه الخدمة. وعندما تتكلم عن هذه الجهود فهي جهود مباركة ومشكورة ومذكورة ومتعددة، لا تستطيع أن تسندها إلى جهة معينة كوزارة الداخلية مثلا، وإنما هي تشمل وزارة الداخلية وجميع الجهات الحكومية الأخرى بما فيها وزارة الحج ووزارة التجارة وجميع الوزارات الصحة وكل بقية الوزارات. جهود استثنائية تحشد فيها كل الحشود، كل الإمكانيات وكل الاحتياطات. والجهود الأمنية عندما تتحدث عنها أنت تتحدث عن جهود تعمل على تنظيم الحجاج، تنظيم المرور، تقنين الدخول، فتح الحجاج ودخولهم إلى مناطق منها مناطق المشاعر ومنها الدخول عبر بوابات ومنافذ المملكة العربية السعودية. نعم. هناك قوات أمنية تعمل في الاحتياط من وزارة الدفاع والحرس الوطني، وهذه الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المختلفة هي جهات مباشرة وجهات غير مباشرة. الأمن العام يباشر المهام التنفيذية بما فيها تسيير الحملات وتنظيم المرور ومراقبة المشاعر وتسيير انتقال، ولا شك بأن هذا جهد مذكور ومشكور. وبقية الجهات الحكومية على أهبة الاستعداد للحاجة أو عند الضرورة ممكن الاستعانة بها في أوقات عندما تستدعي هذه الاستعمال. نعم. الحقيقة بأنه المواطن السعودي وليس الجهات الأمنية فقط، المواطن السعودي من يشمل المتطوعين من كشافة ومتطوعين في قطاع الصحة وفي قطاع التجارة وفي جميع الجهات وسقي الماء والتبرعات الخيرية والكثير الكثير يعني. والحقيقة أن هناك جهد يظهر للناس وهو كان من الجهود المبذولة لكنها لا تظهر، وهي ما نقلته كاميرا الجوال. كاميرا الجوال بطبيعة الحال نقلت مشاهد لا تنقلها وسائل الإعلام السابق ولا في الحاضر، تصل إلى مشاعر الناس وتصل إلى قلوبهم وتصل إلى دقائق صغيرة جدا أظهرت مدى ما تبذله الدولة. نعم. وتبذله المواطن وتبذله الحكومة ويبذله التاجر ويبذله كل مسؤول. في الحقيقة أنها إن شاء الله تتكلل بالنجاح بإذن الله ونفرح بها جميعا بحول الله بإذن الله. شكرا جزيلا لك الباحث الأمني الدكتور بركة الحوشان، شكرا جزيلا لك.